لكن مايا دياب هذا الأسبوع صدمت الجمهور بشكل وجهها الذي ظهرت به مؤخرا، وطبعا الجمهور تكلف بالبحث عن السبب. مبروك الوجه الجديد كان من ضمن التعليقات الكثيرة اللي طالت مايا دياب بعد ظهورها الأخير، حيث كان من الواضح تغير في ملامحها، وقد تكون عملت ميك اب فوق وجهها لإظهار متورم. البعض استنتج أن مايا خضعت لعملية تنحيف الوجه وإطالة الدقن، كما تراجع شعرها عند الجبهة لتبدو بشكل مختلف تماما عما اعتاد عليها الجمهور، ليعبروا عن استيائهم في تعليقات كثيرة. أما سيرين عبد النور فبعد أيام قليلة سينزل مسلسلها الديفا الذي ينتظره كتر، فشنو هي قصته؟ سيرين عبد النور روجت مسلسلها الجديد ديفا بأكثر من برومو في السوشيال ميديا الذي سيعرض أول مرة أونلاين. سيرين صرحت أن مسلسل ديفا فيه تشابه كبير بينه وبين نجمات الصف الأول من ناحية السعادة اللي كتبرز أمام عدسات الكاميرات، لكن في حياتهم الخاصة مشاكل كثيرة ومعاناة. احذر وجه آخر. المسلسل تدور أحداثه عن نجمة تنضم إلى لجنة تحكيم برامج المواهب، ويكشف عن الصراعات الموجودة في كواليس هذه النوعية من البرامج. كما سيشارك سيرين في هذا العمل كل من يعقوب الفرحان وبوسي التي تجسد دور ياسمين، والتي على ما يبدو ستكون منافسة للديفا في المسلسل. لازم أكون شرسة. وهو ينتمي إلى دراما التشويق ويتكون من 8 حلقات، وكل حلقة تصل مدتها إلى 8 دقائق. بس الكاميرا بتحبني. والمنتج اللبناني صادق الصباح كشف عن وجود توجه حقيقي لإنتاج عمل درامي يجمع بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم. هو العمل أكيد غادي يكون حديث الجمهور سواء كان مسلسل أو فيلم.